هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده عامل لكم ريفيو عن حمام كريم لوفيا. هنتكلم عن الصنع بتاعه، مكوناته، الشرح، طريقه الاستعمال، السعر، رايي فيه. بصراحه هنتكلم عن كل حاجه. انا نزلت في الجروب، قلت اربع منتجات عايز يعني نعمل فوت عليهم ونشوف عايزين اكتر فوت هيجي على ايه نعمل عنه ريفيو. فكله يعني الأغلبية طلبت حمام كريم لوفيا، فأنا طبعا جبته واستعملته ثلاث مرات، والنهاردة هقول لكم رأيي فيه بكل صراحة. فلو انتي مهتمة بالموضوع حطي لايك، ويلا انزلي لو انتي جديدة عندي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا انا ما اقدرش اتكلم في حاجة غير لما اجربها، وانا اهو في كيس فتحاء اهو ومجرباه ثلاث مرات، استخدمته ثلاث مرات وجيت اقول لكم رايي فيه. تمام. اول حاجه هو اسمه لوفيا، الصناعه بتاعته فرنساوي. هو ده 75 ملي، في منه عبوه كبيره بس هم منزلين منه 75 ملي بحيث تجربيه الاول، لو حلو تجيبي العلبه. فانا بصراحه من الاشخاص اللي لما بينزل المنتج جديد ويبقى عليه ضجه ما بحبش اشتري كميه كبيره وتترمي، بحب اجيب يعني جزء صغير اجربه، لو عجبني اجيب الكبير، ما عجبنيش خلاص. فدي حركه منهم حلوه، حركه من الشركه انها تعمل العبوه دي، فدي حركه لطيفه جدا. نبدا بالصلاحية بتاعته، بتبقى الاكسباير بتاعه سنة كاملة. ده اللي سمعته، ناس قالت لي انه سنة واحدة. بصوا بقى، هو انتاج شهر 10/2019، اكسباير شهر 10/22، يعني معاكي 3 سنين. احنا في 2022 دلوقتي، هيفضل معاكي 22. فده حاجة كنت سمعاها لقيتها غلط. سمعت انه يعني تاريخ صلاحيته سنة واحدة، فلا ده ثلاثة. بصوا، ميد ان فرانس، يعني صناعة فرنسية. تمام. الحجم 75 ملي، انا في الاول كنت فاكراه صغير بصراحة، بس اهو يعني جالي كبير. بصوا شكله من تحت بيتفتح، يعني مليان، مش عبوة صغيرة وخلاص. اللي مكتوب انها بتكفي ثلاث مرات. انا شعري طويل الى حد ما، استخدمته ثلاث مرات ولسه فيه يكفي مرتين، يعني على حسب شعرك هتستخدمي من ثلاث لخمس مرات. انا استخدمته ثلاث مرات زي ما وريتكم في الكيس الثاني، انا بس طلعته من الفيديو عشان ما يتدلقش او يبهدل الدنيا. فاداء دي كانت اول حاجه، حجمه وصناعته. المكونات بقى اللي فيه، هو يعني الحاجة الأساسية اللي فيه جوز الهند وزبدة الشيا، دي الحاجات اللي هي ظاهرة، اللي هي المصنوعة منه الأول. طبعا كلنا عارفين جوز الهند وزبدة الشيا مهمين جدا 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 للشعر، للترطيب، هايلين بصراحة. فدي أول حاجتين موجودة فيه. هو في جليرسلين، وده أحماض دهنية يعني بتخلي الشعر رطب وطري، وفي برفيوم عطري طبيعي، يعني الريحة بتاعته حلوة، والريحة بتاعته مش مصنوعة، لا حاجة عطرية طبيعية. وأحلى حاجة فيه إنه خالي من السيليكون، أول حمام كريم أجربه يكون خالي من السيليكون، يعني دي حاجة حلوة جدا. تمام. هو معمول للشعر الجاف المجهد أو الدراي هير زي ما بنقول، اللي هو جاف تماما. وبرضو تستخدمي لو شعرك مش جاف، عارفين الشعر لما بيبقى مجهد بيبان انه جاف، لكن مش شرط ان شعرك لازم يكون خشن يعني او جاف عشان تستخدميه، لا هو معمول للشعر الجاف. بس انت لو شعرك مجهد او فترة كده بتيجي يبقى مجهد تستخدميه عادي. تمام. هو بيطري الشعر جدا وبيغلف الشعراية كده، بيحميها من التقصف وبيعالج التقصف. تمام. احنا كده قلنا الوصف وقلنا الصناعة وقلنا يعني مصنوع من ايه وتاريخ الصلاحية وحجمه. السعر بقى بيتراوح من 25 لـ40 جنيه الكيس. انا العلبة مش هتكلم عنها، انا دلوقتي بتكلم في الكيس، بيتراوح من 25 لـ40 على حسب السيلر.
او حسب المكان، هتلاقيه في الصيدليات، هتلاقيه في محلات مستحضرات التجميل الكوزماتكس، هتلاقيه اونلاين. انا جايباه اونلاين وعندي في الجروب منه. تمام. نتكلم في الرأي بعد كده، وقبل الرأي هقول لكم طريقة الاستعمال. ماشي. طريقة الاستعمال: بتغسلي شعرك بالشامبو، ويفضل شامبو طبيعي بدون سيليكون وصوديوم والكلام من ده. تغسلي شعرك وتستنيه لحد ما يندي، مش هو مبلول، هو مندي. بتحطي كريم او حمام الكريم لوفيا عليه، ويفضل او الطريقة الصحيحة ما تحطيش على الجذور، بتحطي على الاطراف بس بتاعت الشعر. بتدهني كمية معينة عليه وتلفيه وتسيبيه ربع ساعة او نص ساعة، من ربع لنص ساعة، ما تكتريش عن كده، وبعد كده بتشطفيه. دي طريقة الاستعمال. انا كده اتكلمت عن كل حاجة فيه، هقول رأيي فيه بكل صراحة وربنا شاهد عليا. اول استعمال استعملته ما حسيتش ان انا اللي هو النتيجة المرضية 100%. حسيت شعري ناعم شوية، حسيت انه رايق، بس ما خدتش النتيجة اللي هي اللي معمول عليه الضجة، اللي هو يعني 100%. مع تاني استعمال حسيت ان شعري ناعم، الهيشان بتاعه، انا شعري ناعم بس بيهيش جامد، الهيشان قل جدا. عارفين الشعرة لما بتكون متقصفة كده بتبقى شكلها ناشف، ولا ده بيخلي الشعر رايقة، يعني في تقصف بس رايق ملموم مش هايش. مع تالت مرة لقيت ان التقصف حسيت انه بيقل خالص، والشعر بينعم وبيبقى رايق جدا، وبيفضل زي ما هو في مكانه هو وناشف، بيفضل بالاسبوع. حلو جدا بصراحة، عجبني جدا، بيطر الشعر جدا، ويعالج التقصف، وريحته كمان حلوة جدا وسهل، وسعره كويس وخالي من السيليكون. انا بصراحة عجبني، وتقييمي ليه 95%. بس هقول لكم على حاجة، لو انت يعني للامانة عشان اكون صريحة، يعني هو مش بيديك نتيجة النعومة والترطيب اللي هي الدايمة، يعني مش انت شعرك خشن لو استعملتي اسبوع هتلاقيه تبقي شعرك ناعم، لا، هو بيفضل ناعم من الغسله للغسله. يعني انت غسلتيه يوم السبت ونشف خلاص الحد، من الحد للسبت اللي بعده هيفضل ناعم ورايق وما فيهوش هيشان وكده. لحد لو غسلتيه يعني غسلتيه الاسبوع اللي بعده وما استخدمتيهوش بحسه بيهيش تاني، فهو المفروض تستمري عليه، او عشان تاخدي نتيجه تنعيم وترطيب دايم يبقى تستخدميه 3 شهور متواصلين. لكن لو عندك خروجه مثلا استخدميه مره في الاسبوع بتاع الخروجه، وممكن ما تستخدموش الاسبوع اللي بعده عادي، مش هيرجع خشن قوي، بس هيبقى لازم تداومي عليه. لكن لو عايزه نتيجه مرضيه وتخلي لو انت شعرك خشن يعني وعايزاه يبقى ناعم على طول، استخدميه 3 شهور متواصلين. انا عن نفسي جبت الكياس جبت الكياسة جربها، وقلت لو طلعت حلوة هجيب العبوة الكبيرة، فأنا عجبني بصراحة وهجيبه وهكرره، وهجيب منه في الجهاز كمان طالما صلاحيته لسه 3 سنين. بصراحة أكتر حمام كريم حبيته، يعني في زبدة شيا وفي جوز هند وفي حاجات حلوة كتير، وخالي من السيليكون، ودي حاجة مش اول مرة تلاقيها. ضئيل جدا لما تلاقي منتج ما فيهوش سيليكون، والسيليكون ده بيبهدل الشعر، فدي حاجة حلوة جدا جدا بصراحة. اديله 95% ومن افضل الحمامات الكريم اللي انا جربتها. عارفين احساس اللي هو لما تكوني حاطة سمنة، لا بصي، لما تكوني حاطين زبدة في شعركم، ده الاحساس هيديك انك حاطه زبده فعلا، هيخلي شعرك زبده سايحه ونايحه بجد. حلو جدا، اتمنى انكم تجربوه لو حبيتوه، ولو حبيتوا الريفيو بتاعي وكلامي عنه، وحبيتوا الوصف والشرح وطريقتي في عمل الريفيوهات عامه، ادعموني بلايك، واكتبوا لي في الكومنتات انكم حبيتوا طريقتي، واكتبوا لي في الكومنتات المنتج اللي انتم حابين ان انا اعمل عنه ريفيو واتكلم عنه المره الجايه. وانا مش هتأخر عليكم، اي منتج في الدنيا نفسكم اعمل عليه ريفيو هجيبه واستخدمه واعمل عليه ريفيو. هتوحشوني جدا 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 جدا. باي باي.